طيب الدين الخارجي لمصر، وده اللي هو بيقول لك الحق ومصر هتنهار وعليك ديون ووضعك. عليك ديون، طبعا عليك ديون طبعا. حد يقول لك لا؟ حدش يقدر يقول لك لا، حدش. طب هو انا الدين بتاعي بالنسبه للناتج المحلي بتاعي وطبقا لارقام مقارنه بالاقتصادات الدول الناشئه، انا فين بقى من الدول الناشئه؟ عندك تركيا. تركيا بنتكلم على قرابه 57% من ايه؟ اهو ادي تركيا، اهو قدامك، اهو تركيا فوق لو انت مش شايفها. يا واد يا اللي قاعد في لندن، يا ولد انت، يا واد يا اللي اسمك ناصر، يا ولد بص على تركيا، سوق ناشئ اهو، بتكلم على كام؟ 58%. طب انا كام؟ بتكلم على كام؟ قول 33، هزودها شويه، هزودها شويه، قول 33%. قدامك يعني تركيا بتتكلم على الدين بتاعها من الناتج المحلي بتاعها، الدين الخارجي، بتكلم على الدين الخارجي بتاع تركيا 57% من الناتج، بتاعها، بنتكلم على الناتج المحلي، نسبة من الناتج المحلي الإجمالي. يعني أنا في النطاق الآمن، هو ده تقديراتي، تقديرات صندوق النقد الدولي. صندوق النقد بيقول لك إن الدول بيتم تصنيفها الديون بتاعتها الخارجية طبقا للناتج المحلي بتاعها، أنت في الوضع الآمن. ده مش لا، ده احنا في الوضع، وضعنا افضل من تركيا، افضل من المجر. تاني ما الارقام بتقول، مش انا اللي بقول. ادي اندونيسيا بتتكلم على 32 تقريبا، ماليزيا بتتكلم على 67، قرابه 68% من الناتج المحلي بتاعها. فلبين 27.5، كولومبيا 50.7، كولومبيا، تشيلي 84%، بيرو 45%، البرازيل 18.7، جنوب افريقيا 38، جنوب افريقيا اكتر مني، جنوب افريقيا اكتر مني، الهند اللي هي النهارده بتاخد، الهند داخله 20% تقريبا، اللي داخله بتاخد المركز السادس النهارده بدل بريطانيا في ايه؟ في ايه؟ في النمو، النمو الاقتصادي. مين بياخد مركز سادس النهارده؟ الهند. بتدي كتف لبريطانيا اليوم، الهند. الهند اللي داخله انها تكون مركز ثالث او رابع. الهند داخله على ده. تنافس امريكا وتنافس الصين، الهند. فهي ما هي بدات، دي بدايه النهارده. بتعدي تاخد المركز السادس وتدخل على الخامس وتدخل على الرابع بدل المانيا وتدخل على الثالث بدل اليابان، يبقى انت بتتكلم على الصين، امريكا، بعديهم هتكون مين؟ الهند. اللي هتقفز، بتقفز دلوقتي قفزات كبيره، رايحه بدل اليابان، تدي كتف اليابان وتدي كتف المانيا وهتعديهم وهتتجاوزهم الهند. فحضرتك شايف وضعك النهارده، يبقى لما يجي يقعد يصوتوا لك ليل ونهار ويقول لك الديون الخارجيه مش هتقدروا، لا، الديون الخارجيه هتقدر. دكتور محمد بعيد كان معانا يوم الثلاث وقال ان احنا ما فيش اي فلوس علينا أو أقساط علينا ما سددناهاش، وأي أقساط علينا هنسددها، مصر ملتزمة. مصر ما ينفعش يجي قسط عليها ما تسددوش. تاني بقول ما ينفعش. دايما يقول لك وهيدفعوا، ما طلع كلامه كذب. ما أنا قلت لك من أسبوعين كذب، وطلعوا كذبوا عليك. وضحكوا عليكوا. وضحكوا وقالوا أرقام كلها مضروبة ومش حقيقية. آدي اللي قدامك أهو. يبقى انت النهارده ديونك الخارجيه بينها وبين الناتج المحلي، الدين الخارجي في بلدنا كنسبه من الناتج المحلي ما زال في النطاق الامن وفقا لتصنيف صندوق النقد الدولي، وليس تصنيف لا الماليه المصريه ولا البنك المركزي المصري ولا الدوله المصريه. ده الصندوق، صندوق النقد الدولي، هو اللي قال لك مصر ديونها الخارجية في الحدود الآمنة طبقا لإيه؟ الناتج المحلي بتاعها. قدامك تبقى شايف العالم فين، عشان ما يقعدش يضحك عليك ويجيب لك كل شوية يقول لك الحقوا مصر هتلحق والبتاع. لا، مصر مش هتغرق بعون الله، بعون الله، بعون الله.
دي دولة، دولة إن شاء الله بفضل ربنا مش هتغرق ولا حد هيغرقها. هم بيغرقوا بره، هم اللي بيغرقوا، هم اللي عايزين. هو لما يجي النهاردة عمال يقول لك والحق يا مواطن والبلد والدولة، وقاعد في أمريكا، قاعد في أمريكا بياخد بالدولار، بيقبض بالدولار وبيعمل فيديوهات بالدولار وبياخد وبيرجع عائد بالدولار. ما هو ده دولار، ما هو بيشتغل. وعمره ما يطلع يقول لك خبر صحيح. هو كل بيقولوا ايه؟ شائعات ثم شائعات ثم شائعات.